هنتكلم في الفيديو النهاردة عن أحد أدوات قص الصور وهي الكروب تول. هي من الأدوات اللي ممكن تقص جزء من الصور من أحد الجوانب الأربعة أو كل الجوانب. لو أنت أول مرة بتشوف فيديوهاتنا إحنا بنرحب بيك، نتشرف بوجودك معانا. لو أنت عايز تعرف نوعية الفيديوهات اللي إحنا بنقدمها هنسيب لك فيديو تعريفي في الوصف اللي تحت الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. لو مهتم تتعلم الفوتوشوب بكل تفاصيله تابعنا بعد الفاصل. الكروب تول هي من الادوات اللي ممكن تقص جزء من الصورة من احد الجوانب الاربعة للصورة، سواء من اعلى الصورة، من اسفل الصورة، من اليمين، من الشمال. بمجرد ما هتيجي تختار اداة الكروب تول، هو ده شكلها، بمجرد ما هتختارها هتلاقي ظهر في الجوانب اربع اركان، وفي نص كل حد للصورة في ايه زي علامة تانية، انكر تاني، ده بنسميه الانكر. العلامات دي كلها بنسميها الانكر. وممكن اقص الصورة بان انا بحرك اي جزء من الاجزاء دي اهو، تمام. لو حركت دي يبقى انا هقص من فوق، لو حركت من الشمال يبقى انا هقص من الشمال. بمجرد تحريك العلامة اللي موجودة في منتصف كل حد يبقى انا هنزل اقص بالعرض. طب انا ممكن اقص كده طول وعرض من هنا، من الاركان دي انا هقدر اقص ايه طول وعرض مع بعض، يعني حدد الطول والعرض اللي هما يتقصوا مع بعض. لما باجي بحرك اي انكر من دول بتلاقي بيظهر منطقة غامقة او رمادي شوية، بنسميها المنطقة الرمادية، بتبدأ تظهر معايا. ومعنى كده ان الجزء الرمادي ده هو الجزء اللي هيتقص من الصورة. طب عشان انفذ، مثلا انا عايز اشيل الجزء ده كده اهو، وهاخد الحتة دي لوحدها. انا عشان انفذ القص ده هعمل ايه؟ عندي كذا حاجة ممكن اعملها. يا اما هدوس انتر من الكيبورد فانا كده قصيت خلاص. طب في حاجة تانية، ان انا هاجي على الصورة واعمل دبل الجزء بقى اللي انا هاخده من الصورة، هعمل دبل كليك اتقصت معايا. في طريقة تانية، انا برضو هحرك هذا الجزء وهتلاقي فوق في التول بار اللي فوق في علامة صح في الاخر، لو دوست عليها صح يبقى انا كده هقص برضو الكلام. تعالوا نلقي نظرة على التول بار اللي فوق ده عبارة عن ايه. اول حاجة عندنا في التول بار لما بختار الكروب تول حاجة اسمها الريشيو. انا عندي مجموعة من الابعاد نسبة الطول للعرض، يعني مثلا لو جيت اختار 4 لـ5 بصوا هو هيختار لي الابعاد اللي انا قلت عليها ويحددها، وانا ابدأ احرك الصورة بقى الجزء اللي انا هاخده منها طبقا للابعاد دي، بعمل له فيت على الابعاد دي وابدا اقص. خلاص دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي عندك خانتين، انا مش لازم بقى اخد بالريشيوز، انا ممكن دلوقتي احدد طول للعرض، نسبه الطول الى العرض من هنا، يعني مثلا هكتب 10 خلاص الى 8. انا كده في الخانات دي اقدر احدد نسبه الطول للعرض برضه. نخش بعد كده الجزء اللي بعده، عندي حاجة اسمها ستريتن. شايفين العلال ايكون الستريتن ده؟ ده انا بقص الصورة بس باسلوب مختلف، بحدد الستريتن. وخلي بالنا هاجي مثلا هرسم خط بالورب كده، بص مجرد ما هشيل ايدي الصورة بتتلف، وهبدأ بقى انا مثلا احدد الجزء اللي انا هاخده من الصورة. انا عايز اخلي الصورة بميل مختلف. تاني، انا حددت الميل ده ازاي؟ انا هحدد الميل ده ازاي وانا دايس على الكروب تول ومحدد الصورة، هاجي الايكون اللي جنبيه كلمة ستريتن، هحدد الميل اللي انا عايز الصورة تلف فيها عشان ابتدي اقص عليه. لو انا بقى عكست فبرسم هنا كده مثلا خط باي اتجاه انا عايزه، ممكن كده اهو، فهو بيلف لي الصورة في الاتجاه ده. اظبط
المنطقة اللي انا عايز اخدها واقصها. ده لو انا عايز اغير اسلوب القص بتاعي. الجزء اللي بعده في التول بار، الجزء ده بيديني جايد يساعدني في القص، احدد عليه في قاعدة التلات اتلات دي اللي هي متحددة اللي هم الجايدز اللي قدامي دي. في ممكن جريد، دي اسلوب تاني، في حاجة اسمها دياجونال، تمام، بيبقى جايد ليا اقص عليه. في حاجة اسمها تريانجل وهكذا، في اشكال مختلفة، بس طبعا معظمنا بنستخدم قاعدة التلات اتلات او رول اوف سير. المجموعة الاوامر دي الاوتو شو اوفرلاي والاولويز شو اوفرلاي والنيفر شو اوفرلاي، لو انا بقى مش عايز استخدمها فمش عايز اشوفها فاقول نيفر شو. شايفين اختفت ازاي؟ بس احنا دايما بنشتغل بالاولويز شو اوفرلاي عشان اشوف الجايد ده قدامي فوق الصورة. عندنا الجزء اللي بعد كده اللي هو السيتنج. السيتنج ده فيه مجموعة حاجات. شايفين الانكورز اللي عندنا شكلها ركن كده. طب افرض انا عايز ارجعها للشكل التقليدي، انا مش مريحني، فلو جيت هنا يوز كلاسيك مود ودوست عليه، بصوا هترجع تاني لايه؟ مربع. هتأدي نفس الوظيفة بس مجرد بس الشكل هيختلف. هشيل الكلاسيك مود هترجع للايه؟ الشكل الجديد بتاعي. طيب من الحاجات المهمة عندنا برضو الكالر. الكالر بتاع ايه؟ المساحة اللي حوالين الصورة دي. انتوا شايفين المساحة اللي حوالين الصورة؟ المساحة دي هي لون الكانفاس الطبيعي بتاع الفوتوشوب. طب افرض انا عايز اغيره، فهروح في السيتنج وهقول له ايه؟ هشيل الماتش الكانفاس وهقول له كاستم. هيفتح لي الكالر بيكر، ابتدي بقى اغير اللون اللي انا عايزه. طيب الحاجة التانية، انا ممكن اتحكم كمان في شفافية اللون ده. شايفينه بتقله واخففه ازاي؟ بلعب في الاوباستي بتاع الخلفية اللي ورا. انا مثلا عجبني اللون ده بيريحني ان انا اشتغل فيه، خلاص انا بظبط السيتنج على كده وبتفضل عادي معايا اهي. واللون ده هو بيبلون بدل الرمادي بتبدل باللون اللي انا غيرته في الجزء اللي ايه اللي هيتقص. يعني شايفين اهو اللون اللي تحت اللي بره المنطقه اللي انا هاخدها او الجزء اللي هيتقص بقى فوقيه طبقه زي الايه الرمادي. بس هو ده موضوع الكروب تول، موضوع بسيط جدا وسهل جدا بيحتاجه المبتدئين عشان يقصوا صور في السريع كده. يعني حاجه انا عايز بس ايه اقصها على حدود خطوط مستقيمه، فده التول دي هتساعدني جدا. لو لسه ما اشتركتش في القناه اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. وبكده احنا انتهينا من الفيديو النهاردة. اتمنى يكون فيديو مفيد ليكم. احب اعرف رأيكم في الفيديو واي اقتراحات واي فيديوهات عايزين تشوفوها في الكومنتس. في انتظار انضمامكم لينا على السوشيال ميديا المفضلة ليكم، انستجرام، فيسبوك، تويتر، لينكد ان. كل الروابط هتلاقوها في الوصف اللي تحت الفيديو. كان معاكم محمد صبري من Way to A Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انتم محتاجينها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.